تقديرا لمساهماته البارزة في جراحة القلب للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخلقية، دكتور سعودي يتوج بلقب نوابغ العرب عن فئة الطب. من ولاية كليفلاند ينضم إلينا الطبيب الجراح الدكتور هاني نجم. هلا وسهلا بك دكتور هاني. أهلا وسهلا. إنجازات مهمة كللت بهذه الجائزة، ما مدى صعوبة وتعقيد تخصص جراحة قلب الأطفال تحديدا مقارنة بالكبار؟ تخصص جراحة قلب الأطفال يجي بعد التخصص في جراحة قلب الكبار، نعم، يعني بعد التخصص العام والتخصص جراحة القلب، بعد ذلك يكون هناك التخصص الدقيق في جراحة قلب الأطفال، فهي تعتبر درجة من التعقيد أكبر وأكثر من جراحة قلب الكبار، نعم أكيد، ولهذا السبب تحتاج تدريب متخصص في هذا المجال. نعم، لعل أشهر وأصعب جراحة أجريتها العام الماضي لقلب جنين في بطن أمه تكللت بالنجاح ولله الحمد، هل هذه كانت الأكثر تحدي أم أجريت أصعب وأدق منها؟ في الحقيقة هناك عمليات أدق وأصعب من هذه العملية، ولكن مبدأ العملية هو إثبات أنه يمكن أن نصل إلى الجنين ونجري عمليات للقلب للجنين وهو على رعاية المشيمة أو رعاية أمه في الرحم، وهذا هو مبدأ العملية اللي هو كان جديد في الموضوع هذا، بحيث أنه يمكن أن نجري هذه العملية للقلب وإزالة ورم سرطاني حول القلب، والمريض لا يزال أو الجنين على برعاية أمه، وهي تعتبر من أفضل العناية المركزة إذا لاستخدام هذا التعبير، وبعد ذلك وضعه مرة أخرى في الرحم وإقفال الرحم وإكمال الحمل إلى نهاية الحمل 9 شهور، وولد بقلب طبيعي وبدون ورم، ما شاء الله. وهي من العمليات النوعية، ولكن أجريت هناك عمليات أكثر صعوبة وأدق تعقيدا في وجديدة كذلك لم تبتكر قبل ذلك في أطفال آخرين. أذكر لي هي يا دكتور، هل هي زراعة الصمام؟ لا، هي زراعة الصمام هي اختراع، وهو عندي براءة اختراع في صمام لينمو مع الجسم، نعم، مع جسم الطفل، ولكن لا، هناك مبادئ وعمليات أخرى ابتكرتها جديدة، بحيث بعض الأطفال يولدوا بتشوهات قلب خلقية لمدة 60 سنة السابقة، وهي طبعا عمر جراحة قلب الأطفال، كانوا يعاملوا ك قلوب أحادية البطين، بحيث أنه لا يمكن فصل حجرات القلب، ويعامل القلب بأحادي البطين مع أنه هو في 2 بطينين، فابتكرت عملية بطريقة أن يمكن فصل هذه حجرات القلب وإرجاع القلب أحادي البطين إلى قلب بثنائي البطين مثل القلوب الطبيعية، وهذه هي النقلة النوعية في عمليات القلب، فتغيير مسار هؤلاء الأطفال المولودين بتشوهات القلب الخلقية من أحادي البطين إلى ثنائي البطين. نعم، مسيرة مهنية لم تكن معبدة بالورود، وبالتأكيد واجهت صعوبات وتحديات في الخارج حتى أصبح اسمك على قائمة أفضل جراحي القلب في العالم. هذا الشغف لمهنتك، ما الحافز اللي دائما يدفعك إلى الأمام؟ طبعا مسيرتي على مدى 25-30 سنة في هذا المجال كان شغفي وحبي طول عمري أن أكون دائما متميزا، أن أكون الأفضل في العالم، أن دائما أكون أقدم لمريضي ما هو الأفضل، الأمانة، الشجاعة، الالتزام، التركيز في حياتي العملية، وعدم التشتيت في الهدف اللي أحب أوصل له. فكان صراحة كل هذه الخواص كما تعلمي أنه هو
والمشاهدين أن هذه هي خواص النجاح وهي لابد منها. ولهذا السبب تم استقطابي من بعد عملي 16 سنة في مستشفى الحرس الوطني في الرياض إلى قيادة هذا المركز في كليفلاند كلينك في أمريكا. ولله الحمد استطعت في خلال هذه الفترة تطبيق كل الخبرة العملية من أكثر من 10,000 عملية لإمكانية ابتكار عمليات جديدة، إمكانية تصميم صمام جديد، إمكانية عمل عملية جنين في بطن أمه، وهذه كلها تأتي من سنوات خبرة، من سهر الليالي، من تعب، ولكن ولله الحمد دائما الجد والاجتهاد له دائما نتائج وتقدر. وسبحان الله هذه الجائزة لم أكن أتوقعها في حياتي، وأنا أفتخر بألقب بنابغة العرب في هذه الجائزة. سبحان الله لم أكن أتوقعها، ولكن دائما الجد والاجتهاد بالفعل. جازة في يوم من الأيام. عشان كده أبغى أسألك يا دكتور، يعني ما أهمية هذه الجائزة بالنسبة لك؟ هذه الجائزة نقلة نوعية أنا أعتقد، ونظرة ثاقبة من الشيخ محمد بن راشد بوضع هذه الجائزة، لأن هذه الجائزة بالنسبة لنا في العالم العربي شيء مهم جدا، للمتميزين والمفكرين في العالم العربي والعلماء في العالم العربي أن يكون لهم هدف بالاعتراف بما عملوا في حياتهم ومسيرتهم، وتتوج مسيرتهم بشهادة مثل هذه الشهادة. وأنا أفتخر أن أكون أول من حاملين هذه الشهادة، ومثلي كثيرون في العالم العربي من هم كانوا نتاج التدريس والجامعات العربية. ولله الحمد كما كانت تدريسي في جامعات مدارس وجامعات المملكة العربية السعودية، وخبرتي العملية كذلك، فهذا شيء نقلة نوعية أعتقد بالاعتراف، ورسالة للعالم كذلك بما ينجزه العالم العربي من علم واختراعات جديدة. نعم، يعني زي ما ذكرت دكتور، السنوات الأخيرة حضرتك مستقر في أمريكا لترأس قسم جراحة قلب الأطفال والكبار في كليفلاند كلينيك. يعني يمكن السؤال اللي يخطر على بال الكثير، يعني سنوات طويلة الآن عشتها في الخارج، متى العودة والاستقرار إلى الوطن حتى نستفيد من هذه الخبرة الطويلة، خصوصا في هذا التخصص الصعب والدقيق؟ في الواقع هو الهدف من وجودي في أمريكا ليس طبعا العمل في أمريكا في حد ذاتها، هو وجودي هنا لإثبات ولإنجاز شيء من ما أردت بإنجاز في حياتي العلمية والعملية. لي فقط تقريبا 8 سنوات، ولله الحمد أنجزت فيها إنجازات كبيرة، وهذه الإنجازات ليست تعود فقط لي، لابد أن نذكر طبعا وجود جراح سعودي من دارس ومتخرج من مسار مختلف تماما من أمريكا. وجودي هناك هي رسالة كبيرة كذلك للعالم الغربي أن الأطباء السعوديين والعرب كذلك لهم باع طويل في الجراحات وليس أو في العلم بشكل عام، وأنا متأكد أن هناك آخرين مثلي ليثبتوا للعالم، لأن هذه أعتقد أن هذه هي ما يقال لها القوى البيضاء لوجودنا في العالم الغربي، أنه مهم جدا كذلك. بالفعل نفتخر بك دكتور هاني نجم، شكرا لوجودك معنا اليوم. الله يحييكم، شكرا.